فيلم بلاست فروم ذا باست. تبدأ قصة الفيلم بخبر بأحد الجرائد على الحرب العالمية الأولى، وهو تهديد روسيا لأمريكا، وبدأ خوف أمريكا من النووي، وأمريكا تشجع المواطنين أنه يبنون ملاجئ جوا الأرض. وهنا نشوف الدكتور كالفين، وهو أحد العباقرة بمادة العلوم. وكالفين يسوي هو وزوجته هيلين حفلة على مود يتعرفون على الجيران الجدد، ويجي أحد الأشخاص ويقول لكالفين أنه لازم يشغل التلفزيون لأنه أكو خبر مهم ودي يذيعوه بالأخبار. وهنا المذيع اللي بالتلفزيون يقول أنه احتمال يصير حرب بين الدول المجاورة، والخوف يبدي يبين على كالفين لأنه عباله راح يقصفون أمريكا بالنووي، ويلغي الحفلة ويطرد الحضور. وهنا الناس يطلعون وهم يضحكون عليه بسبب خوفه، ويروح هو وزوجته الملجأ السري، وهذا الملجأ بكل شيء يحتاجونه على مدة 35 سنة من أدوات وأكل وشرب وعلاج. ونشوف أحد الطيارات الأمريكية وهي تطير فوق المدينة، وفجأة يصير خلل بالطيارة وينجبر الطيار، يحول الطيارة باتجاه البحر حتى توقع به، وهو يقفز من الطيارة، الطيارة يتغير اتجاهها وتتحول من البحر على الأرض. وهنا سوء الحظ توقع الطيارة على بيت كالفين، وكالفين هو داخل للملجأ يرتبك وعباله أنه هاي القنبلة النووية، ويغلق باب الملجأ، وهذا الباب مبرمج وما يفتح إلا بعد مرور 35 سنة من الحادثة، لأن كالفين يعرف إذا انفجرت قنبلة نووية راح تسبب غازات وإشعاعات مميتة، وما تروح هاي الغازات إلا بعد مرور 35 سنة على الحادثة. وعلى هذا الأساس خلى الباب مغلق لمدة 35 سنة، وبعد ال 35 راح يفتح الوحدة. وهنا كالفين يقول لزوجته هيلين أنه لازم يعيشون بالملجأ 35 سنة. وبهاي الأثناء يوصلون الشرطة لبيت كالفين، والشرطة عبالهم كالفين ميت هو وزوجته بسبب الانفجار، ويعيشون بالملجأ بشكل عادي. بس نشوف هيلين وهي ضايجة لأن هي تحس بالوحدة وماكو أي شخص وياهم. وهنا يشوفها كالفين ويقول لها إحنا لازم نعيش ونتحمل على مود ابننا، وتبدأ تحس هيلين فجأة بألم الولادة، ويخلفون ولد ويسموه باسم آدم، وهيلين تهتم بآدم وتبدأ تتلذذ بوقتها، والوحدة تروح من عندها، وتطلب هيلين من كالفين أنه يسوي سقف للغرفة. ويبقى كالفين يرتب ويجهز بالملجأ، وسوى هواية شغلات مثل التلفزيون وغيرها، وسوى مكان صغير للزرع وخصص مكان للسوبر ماركت، ويعيش كالفين هو وزوجته هيلين حياة حلوة وطبيعية. وبسنة 1965 يتم بناء كافيه فوق الملجأ مال كالفين، ونشوف آدم وهو كبر شوية ويتمنى يعيش فوق على الأرض مثل الشخصيات اللي موجودة عنده بالقصص، لكن أبوه يقول له أنه أنت راح تعيش فوق وراح تلقى البنية اللي تحبها وراح تتزوجها وراح تسوون عائلة كبيرة. ونشوف كالفين وهو يدرس آدم ويعلمه على فنون الدفاع على النفس، وأمه تعلمه على الرقص والأخلاق وشلون يحكي ويا الأشخاص. وبعد مرور 10 سنوات يتغير طبع الناس ويتغير الكافيه إلى بار، ويقومون يبيعون المشروبات الكحولية. ونشوف آدم وهو كبر 10 سنوات لخ، ويبدي أبوه يعلمه لغات العالم وينطي صندوق بمجموعة من قصاصات البيسبول. وبعد مرور 35 سنة بالملجأ يسمع كالفين صوت باب الملجأ وهو ينفتح، ويشوف كالفين باب الملجأ وهو مفتوح، ويفرح هو وزوجته هيلين، ويبدون يقصون باب الملجأ. لكن هنا يشوفهم آدم وهو مستغرب من تصرفاتهم. وبهاي الأثناء تنهز البناية اللي فوق الملجأ بسبب المصعد اللي صعد بيه كالفين وهو طالع من جوا الأرض، وأحد المشردين يشوفه ويخاف من عنده ويفقد الوعي. ويطلع كالفين من البناية ويتعجب على الناس اللي موجودة، ويشوف الناس تاكل من الزبالة وأشخاص متحولين وأفراد العصابات منتشرين بشكل كبير. ويرجع كالفين للملجأ ويقول لزوجته هيلين إنه الأرض صارت غير قابلة للعيش والمكان خطر بالخارج، وهم لازم يبقون بالملجأ. لكن هيلين تضوج من عنده وتقول له أني ما راح أظل بالملجأ للأبد، وتقرر تروح هي وابنها على مود يشوفون المدن ويشوفون السماء وضوء النهار. وفجأة تجي نوبة قلبية لكالفين ويأخذوه للسرير، لكن هنا بدأ الأكل يخلص من الملجأ، وآدم يقترح على أمه ويقول لها أني لازم أروح وأجيب الشغلات اللي نحتاجها بالملجأ. ويروح آدم ويطمئن على أبوه ويقول له أنه أنا راح أروح أجيب الأكل، وأبوي فهمه ويقول له إذا لقيت بنية سليمة وكل شيء ما بيها جيبها وياك للملجأ على مود نتعرف عليها. وهنا يطلع آدم من الملجأ ويشوف رجال متشرد ويسأل إذا هو كان بخير، ويطلع آدم من البناية وهو فرحان لأن شاف السماء لأول مرة، ويركب الباص ويبدأ يحكي ويا الأشخاص اللي وياه ويحكي لهم على العلوم وعلى الأشياء اللي يتعلمها، ويكونون الأشخاص اللي وياه بالباص مستغربين من طريقة كلامه. ويوصل آدم للسوبر ماركت وهو كان يريد يشتري هواية أشياء محتاجها، والعامل يقترح عليه إنه هو يقدر يروح للبيت وراح يجي عامل التوصيل وراح يجي
يجيب الغراض إله، لكن آدم مدى يعرف هو شنو دا يحكي ومستغرب من عنده، بس يتذكر هو نسى مكان الملجأ مالته، ويركب آدم الباص ويبقى يدور على الملجأ لحد ما تخلص فلوسه، ويقرر يبيع بطاقات البيسبول اللي انطهيها أبوه إله. ويلاحظ صاحب المحل إنه آدم ما يعرف سعر هاي البطاقات غالية، وإنه هاي البطاقات هي بطاقات نادرة، وينطي سحر بسيط، لكن تشوفه بنية اسمها إيف والضوج من صاحب المحل لأن هو استغل آدم، وتقول له إيف إنه سعر بطاقات البيسبول الوحدة من هذني هي 6000 دولار. وهنا يعصب صاحب المحل من إيف ويطردها من الشغل، وإيف تسأل آدم على المكان اللي عايش به، لكن آدم يكذب عليها ويقول لها إنه هو كان عايش بمنطقة راقية وهسه هو ضايع. وتسأل إيف على مكان سيارته، فيقول لها أني إجيت بالباص، وإيف تخاف من تصرفاته ومن كلامه وتنهزم من عنده، ويروح آدم وراها ويهديها ويعرض عليها إنه توصل لأقرب فندق وراح ينطيها بطاقتين بيسبول، وإيف توافق لأنه سعر البطاقة كلش غالي. وبالأخير توصل هي وآدم للفندق، وآدم ينطيها البطاقتين مالت البيسبول، ويدخل آدم للفندق وهو فرحان لأن راح ينام بمكان غير الملجأ الأول مرة. ويوصل آدم للغرفة مالته، ويجي موظف الخدمة ويفهمه على الغرفة، ويلاحظ إنه كلام آدم شوية غريب، لكن آدم يعتذر من عنده ويقول له إنه هاي أول مرة أنام بها خارج البيت. ويروح آدم يم الشباك ويشوف المكان مرتفع جدا، وهنا يصيب الخوف ويوقع بالقاع. وتتصل إيف على آدم وتطلب من عنده إنه يجي للطابق الأرضي، وينزل آدم للطابق الأرضي ويشوف إيف واقفة، وتقول له أني حسيت بالذنب لأنه أحس نفسي استغليتك، وتطلب من عنده إنه ياخذ بطاقات البيسبول لأن هن غاليات هواية، وينعجب آدم بيها ويعترف بحبه إلها. لكن إيف تضحك عليه وتقول له إنه علاقتها ما راح تنجح ويا أحد لأن العلاقة والزواج تجربة فاشلة، وتقول له أنا عرفت هذا الشيء من أخواني اللي مطلقين زوجاتهم. ويغير آدم الموضوع ويطلب من عندها إنه تساعده بنقل الأغراض، ومقابل هاي المساعدة راح ينطيها 10,000 دولار بالأسبوع، وإيف توافق على العرض. ويروح آدم هو وإيف على مود يجيبون الأغراض اللي كاتبتهن أمه إله، ويجيب آدم هواية أغراض على مود تكفيهم لمدة 10 سنوات بالملجأ، ويطلب آدم من إيف إنه تدور له على زوجة خلال أسبوعين، وتكون هاي الزوجة من منطقة قريبة. وإيف تضحك عليها وتقول له إنه الموضوع راح ياخذ وقت شوية، وتحاول إيف تعلم آدم على قيادة السيارة، بس يكون آدم فاشل بقيادتها. وهنا إيف تشوف صديقها كليف وهو طالع من بيتها وتعصب عليه لأن هو دخل للبيت من دون إذن من عدها. وهنا نعرف إنه كليف هو كان ساكن ويا إيف بالسكن، وهو جاي على مداخذ غراضه اللي ناسيهم بالبيت، ويتعرف آدم على كليف ويسلم عليه. وبهاي الأثناء يروح آدم هو وتروي، وتروي هو أيضا صديق إيف، وهم يروحون على مود يشترون ملابس جديدة لآدم. وبعد ما يشترون الملابس تقرر إيف تروح هي وآدم المكان التزلج، ويكون آدم فرحان لأن هاي أول مرة يجرب التزلج، أو أيضا يشوف البحر الأول مرة. وهنا ثلاثتهم يتوجهون المكان لعبة البيسبول، ويشوف آدم اللعبة ويقول لها أنا ما افتهمت اللعبة إلا من شهادتها. ويرجع آدم البيت إيف وتمطر الدنيا، وتبقى إيف تباوع عليه من الشباك وتشوف آدم وهو قاعد جوا المطر، وآدم يجرب أشياء هواية وهو كان محروم وغافل عنها. ويروحون آدم وإيف للبار على مود تعرف على بنية، وتجي صديقة إيف وتنعجب بآدم ويحاكيها آدم باللغة الفرنسية، لكن بهاي الأثناء إيف تغار عليه وتاخذه وتقول له حاول تبتعد من هاي البنية، بس هنا تشوف بنية حلوة وتنصح آدم إنه يروح يمها ويتقرب لها. ويروح آدم ويشاقه وياها، ويطلب منها ومن صديقتها إنه يجون ويرقصون سوا بالحفلة، ويبدأ آدم يرقص ويا البنية ويطلع ماهر بالرقص لأن هو كان يتدرب بالملجأ هو وأمه. وهنا ترجع إيف مرة ثانية وتغار عليه، ويجي كليف يحاول يتقرب منها، وتقرر إيف تروح وياه على مود تشوف آدم إذا يغار عليها. وهنا آدم يشوفها ويروح لها ويقول لها أنت ليش يم كليف وأنت دائما تقولين إنه هو أناني وحقير، لكن كليف يضوج من عنده ويهجم على آدم، ونشوف مهارة آدم بالدفاع على النفس ويقضي على كليف، وإيف تضوج من عنده وترجع للبيت. وبعد مرور الوقت يجي تروي من البار الوحدة وتسأل إيف على آدم ويقول لها إنه أنا ما شفته، وإيف تركب السيارة على مود تدور عليه، لكن هنا يطلع لها آدم فجأة وتخاف إيف وتوقع من السيارة وتتأذى برجلها، وتدخل هي وآدم للبيت وآدم يعالج الجرح اللي برجلها ويعترف الإيف بحبه إلها، ويبدأ آدم يحكي لها عن حقيقته وهو كان عايش حياته كلها بملجأ وما شايف المدينة أو شايف السماء لمدة 35 سنة، ويقترح عليها إنه تجي وياه للملجأ. ويجي آدم ثاني يوم على مود ياخذ إيف وياه، لكن هنا يشوف إيف وهي جايبة دكتورة نفسية لأنه إيف عبالها إنه آدم مريض نفسي، وتحاول الدكتورة تاخذه وياها، لكن قدر آدم ينهزم من عندهم ويرجع للملجأ. ولما يوصل يحضن أبوه وأمه لأن هو كان مشتاق لهم كل شهواية، ويجي الرجال المشرد ويعرض على آدم إنه يساعده بنقل الطلبات للملجأ. وتروح إيف لغرفة آدم اللي بالفندق وتعرف إنه هو مو مجنون وكان كلامه كله صحيح لأن هو يملك غراضة هواية قديمة ومن زمن الستينات. وتروح
إيف هي وتروي على مود يدورون على آدم، وتبقى تدور عليه لحد ما تفقد الأمل. وفجأة وهي راجعة للبيت تشوف آدم بالصدفة، وتنزل من السيارة وتروح باتجاه آدم وتحضنه. وهنا نشوف كالفين وهو يجهز باب الملجأ على مود ينسد لمدة 10 سنوات أخرى. وتبدأ إيف تتعرف على كالفين وزوجته هيلين، وهم ينعجبون بإيف، ويطلب آدم من أبوه إنه ما يسد الباب ولازم ينتظر لمدة شهرين، ولا يسأل عن السبب ويقول له أنت لازم تثق بيه. وهنا كالفين يوافق ويقول لابنه إنه هو راح يعوف باب الملجأ مفتوح لمدة شهرين. ويروح آدم هو وإيف على مود يقدمون شهادة الاستثمار مالت أبوه، وقدر آدم يبني مثل البيت اللي كانوا عايشين بيه أمه وأبوه. ويروح آدم ويجيب أمه وأبوه ويشوفهم البيت، وهم يتفاجئون بيه لأن البيت كان نفس شكل بيتهم القديم. وآدم يفهم أبوه ويقول له ما كانت أكو قنبلة نووية ولا انفجار، واللي دمر البيت هي طيارة وقعت على البيت بالغلط. وهنا عائلة كالفين يعيشون بالبيت، لكن يقرر كالفين أنه يبني ملجأ جوا بيتهم الجديد تحسبا الأمر طارئ. ولهنا تكون نهاية الفيلم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.